السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، طلاب مدارس الأستاذ حمدي عيسى سلامة، النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض بناء طبعا على توجيهات وزارة التربية والتعليم ونموذج البحث المطلوب من كل طالب اللي المفروض إن شاء الله هتنزل الموضوعات بتاعته قريب جدا. هنبدأ مع بعض شرح نموذج البحث الذي تم عرضه من خلال مواقع وزارة التربية والتعليم. تعالوا كده أولاد نشوف مع بعض أول صفحة عندنا في البحث تكون بإيه وإيه المطلوب مني فيها. أول صفحة هتلاقي فوق على اليمين خالص موجود كلمة إدارة وسايب طبعا مكان فراغ، فحضرتك هتكتب اسم الإدارة التعليمية اللي انت تابع ليها، اللي هي مثلا على سبيل المثال إدارة المنتزه. بعد منها على طول مدرسة، وهنكتب طبعا اسم مدرستنا اللي احنا تابعين ليها، سواء كان مدرسة مثلا السيدة عائشة الخاصة أو مدرسة قباء الخاصة أو مدرسة فاطمة الزهراء الخاصة. يبقى انت في الأول مليت البيانات الأساسية، الإدارة والمدرسة. طبعا زي ما وزير التربية والتعليم قال إن كل مرحلة تعليمية هينزل ليها 4 أو 5 مواضيع بحث، كل طالب هيختار بحث واحد، والبحث دوت هيكون شامل لجميع مواده، ومن حق البحث دوت يكون طالب لوحده أو حد أقصى يكونوا 5 طلاب مع بعض. يعني ممكن تكون لوحدك أو تبقى مجموعة مكونة من طالب أو 2 أو 3 أو 4، أقصى عدد عندنا 5. أول حاجة موجودة عندنا هي جملة البحث. جملة البحث دوت هو عنوان البحث اللي حضرتك اخترته. بتختار عنوان البحث بتاعك أو البحث بتاعك من 5 مواضيع، وبتسجل لي اسم جملة البحث أو الجزء. بعدها مباشرة تاريخ استلام البحث اللي هو طبعا 9/4/2020. أما تاريخ التسليم بيتساب فاضي، دوت يوم ما حضرتك هتسلم بحث هتسجل فيه تاريخ التسليم. بنكتب فيه اسم الطالب في الخانة اللي بعدها، اسمك كامل، بعد كده كود الطالب بيتكتب طبعا كامل، الخانة اللي بعدها فصلك سواء كان مثلا أولى أو تانية أو تالتة أيا كان، أولى أول أولى تاني، بعد كده اسم المدرس. طيب ده في حالة لو أنا يا أستاذ طالب لوحدي. طب لو إحنا مجموعة أو أكتر من طالب، هتلاقي عندك الورقة التانية معمولة مخصصة عشان لو كان عندنا أكتر من طالب، عامل لك جدول، الجدول مرقم من 1 لحد 5، كل رقم قصاده اسم الطالب وكود الطالب وفصل الطالب، يعني الطالب مثلا فلان في كوده كذا، فصل مثلا اولى اول او فصل اولى تاني. اذا احنا عندنا الورقه الاولى والثانيه هما نفس الورقه، بس الفرق الورقه الاولى لو طالب منفرد، الورقه الثانيه لو كان هتبقى مجموعه مع بعضها. طب يا استاذ احنا دلوقتي اخترنا البحث بتاعنا وكتبنا الموضوع بتاعه، ايه اللي هيتم فيه؟ اول حاجه هتكتب السؤال الجوهري او السؤال الاساسي لموضوع البحث، ودوت بيقولوا عليه التمهيد. ليه التمهيد؟ لان حضرتك مطالب منك انك تكتب من 100 كلمه لحد ادنى الى 150 كلمه لحد اقصى عن موضوع البحث اللي حضرتك هتتكلم عليه، المقدمه بتاعته. البحث بتاعك هيكون مرتبط بالمواد كلها عموما، اللغه العربيه، بالعلوم، بالدراسات، بالانجليزي، المواد بتاعتك هيكون البحث مرتبط بيها. فالمفروض حضرتك بتعمل لي هنا ملخص البحث اللي انت هتعرضه، ملخص المادة العلمية اللي انت هتعرضها، سواء كان من مادة العلوم، سواء كان من مادة اللغة العربية، سواء كان من الدراسات. هتجيب المعلومات دي باسلوبك ومنتهى البساطة هتكتب لنا ملخص، زي ما قلنا مش هيقل عن 100 كلمة ومش هيزيد عن 150 كلمة، وديت زي ما نقول عليها كده المقدمة. المقدمة دي بتيجي امتى؟ لما حضرتك بتختار موضوع بحث، قبل ما بتبدأ تكتب أي حاجة بتقرا كل حاجة في كل مادة متعلقة بالموضوع اللي موجود عندنا، وبعد كده بتبدأ تصيغ ملخص كده، ورقة خارجية على جنب كده تصيغ فيها الملخص بتاعك بأسلوب كويس بالمعلومات اللي انت فاهمها، بعد كده تبدأ تسجلها وتشوف انت عملت ملخص كويس من خلال المادة العلمية من المواد المختلفة ولا لا. بمجرد من اللي انت تعمل ملخص بأسلوبك كويس، اذا انت نجحت في اول خطوة عندنا. طيب ايه الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية ان غير عنوان البحث او السؤال الجوهري الاساسي، في اسئلة اسمها اسئلة استرشادية، اسئلة فرعية يعني، والاسئلة دي هي اللي هتبدأ تحركك ما بين المواد المختلفة. يعني في سؤال هيبدأ يخليك ان انت تبدأ تفكر في المادة العلمية اللي درستها مثلا من مادة العلوم، او سؤال هيوديك لمادة الدراسات، او سؤال هيوديك لمادة اللغة العربية. اذا الاسئلة الاسترشادية داخل موضوع البحث هي اللي هتبدأ تحركك وتنقلك من مادة للتانية، وهنا هتظهر مهارتك كطالب. مش مطلوب منك ان انت تبقى طالب حافظ معلومه وتاخدها وتدشها لي بالنص، الكلام دوت مش مطلوب مننا. احنا مطلوب مننا ان انت تبقى طالب فاهم اول حاجه السؤال اللي معروض عليك، ثاني حاجه بتدخل على الكتاب او الماده اللي انت قررت تجاوب منها السؤال دوت، سواء كان مثلا العلوم، وتبدا تجيب المعلومات اللي هترد على
هذا السؤال وهتعرضها باسلوبك. طب يا استاذ انا المعلومات هجيبها منين؟ من حق اجيب اجاباتي منين؟ اجاباتك من حقك تجيبها من كتاب المدرسه، من بنك المعرفه، من المكتبه الرقميه اللي عملتها وزاره التربيه والتعليم، او من اي موقع رسمي موجود على الانترنت. طبعا حتى لو عندك كتاب بتاع اخوك الكبير، بتاع بابا في البيت، بتاع ماما، الكتاب دوت فيه الماده العلميه اللي هتفيدك وانت شايف نفسك هتقدر تطلع منه المعلومه، تقدر تستعين بيه، بس بشرط انا السؤال بتاعي بيسال عن حاجه معينه وحضرتك كتبت لي الاجابه، مطالب منك في اخر الصفحه تحت تكتب لي مصدر الاجابه، سواء كان اجابتك ديت من كتاب المدرسه او من موقع بعينه او من اي كتاب اخر، بتسجل لي مصدر اجابتك. طب يا استاذ انا الاجابه بتاعتي اللي انا جبتها ديت جبتها من اكتر من مصدر، يعني جبتها مثلا من مصدرين، من كتاب المدرسه ومن بنك المعرفه. جميل جدا، طالما جبتها من مصدرين اول جزء من الاجابه حضرتك مثلا رقمه لي بواحد في الاخر خالص، واحد صغير كده، وانزل تحت خالص اكتب لي واحد كتاب المدرسه. طب تاني جزء من الاجابه انا جبته يا استاذ مثلا من موقع بنك المعرفه، اكتبه وتعالى في اخر تاني جزء اكتب لي رقم 2، وانزل تحت خالص اكتب لي رقم 2 موقع بنك المعرفه. ده في حاله ان انت عملت بحث كويس جدا وجبت معلوماتك من اكتر من ايه، من مصدر. ولو جبتها من مصدر واحد خلاص هتكتب لي المصدر ايه تحت. كذلك برضو لو بصينا هتلاقي السؤال الاسترشادي التاني هتبقى برضو عندنا نفس الفكرة، بس الفكرة ان كل سؤال استرشادي هيبدأ يتحرك بحضرتك من مادة علمية لمادة اخرى. يعني في سؤال هيدخلك زي ما قلنا في مادة الدراسات الاجتماعية، سؤال هيدخلك في مادة العلوم، سؤال هيدخلك في مادة اللغة العربية. المهم اللي انت تبقى عندك مهارة اللي انت تقدر تطلع الاجابات. مفيش حاجة اسمها اجابة نموذجية او اجابة محفوظة، في حاجة اسمها اللي انا فاهم السؤال وقدرت ارجع للمصدر اللي انا هعتمد عليه وبعد كده هكتب الاجابات المناسبه لهذا السؤال. طالما حضرتك عرفت ترجع للمصدر السليم وتكتب الاجابه السليمه يبقى انت كده احسنت الاجابه واحسنت التعبير. طبعا النموذج الاسترشادي اللي حضرتك هتختاره او نموذج البحث هيبقى فيه اكتر من سؤال استرشادي مطالب منك ان انت طبعا تجاوب عليها كلها وتركز فيها كويس جدا. وقبل ما تفكر تكتب اي اجابات تعمل لنفسك كده نموذج خارجي تكتبه بورقه وقلم بره كده، تتأكد ان انت جبت اجابات وافية، تتأكد ان انت قريت كويس في كل جزئية قبل ما تفكر تنقل الاجابة او تعرضها. طب بعد ما بنخلص يا استاذ عندنا حاجة اسمها استبيان اتمام البحث. ايه حكاية الاستبيان دوت؟ لو بصينا كده ليه مكون من السؤال والاجابة نعم او لا مع الذكر، يعني لو قلت نعم هتقول ليه ولو قلت لا هتقول ليه. يعني مثلا عندنا اول حاجة في الاستبيان بيقولك ايه، هل قمت باختيار سؤال البحث؟ حضرتك هتقول نعم او لا. طيب لما قمت اختيار المدرس وافق عليه ولا لا المدرس قال لك السؤال دوت غير مناسب؟ طب بص للسؤال الثاني، هل سؤال البحث مناسب الى موضوع البحث؟ نعم او لا، وهبين السبب برضو. هل كنت بكتابه الاسئله المتعلقه بسؤال البحث اللي هي الاسئله الاسترشاديه؟ حضرتك برضو هتقول نعم او لا، ولو قلت طبعا اكيد انت بتقول نعم لان انت بتحتاجها في الاجابه على بحث. طيب هل عدد الاسئله مناسب ويقودك لاتمام البحث؟ اجابتك برضو نعم او لا وبتعرض لي رايك. هل قمت بتحديد المصادر؟ طبعا ده شيء مهم جدا، نعم، لان هي اساس البحث التام، ما فيش معلومه من غير مصدر. هل قمت باستخراج المعلومات للاجابه على الاسئله المتعلقه؟ اكيد اي طالب عمل بحث هيبدا يستخرج معلوماته، اكيد هتقول نعم لان هي ديت عمليه البحث بتاعتك. هل اجبت على الاسئله الاسترشاديه؟ اه ولا لا؟ طيب اه عشان هي سهله قدرت توصل لمعلوماتها، ولا لا عشان كان سؤال صعب عليا ما عرفتش اوصل له. هل حصلت على معلومه كافيه؟ نعم ولا لا؟ طيب نعم عشان هي المعلومة أو السؤال البحث كان كويس وأنا قدرت أوصل للمعلومة من خلال كتاب المدرسة ومن خلال موقع بنك المعرفة أو المكتبة الرقمية، ولا لا عشان المعلومة كانت صعبة ومش قادر أوصل لها. هل مصادر البحث معتمدة وثقة؟ هل حضرتك اعتمدت على حاجة فعلا حقيقية، كتاب في إيديك، موقع معتمد، ولا جبتها معلومة كده من جوجل وخلاص؟ هل أنت راضي عن جودة المصادر؟ هل يا ترى المصادر بتاعتك دي كويسة راضي عنها؟ مثلا لو معتمد على كتب، اه نعم. لو معتمد على مواقع رسميه معتمده للدوله، طبعا نعم. وهنشوف بعد كده ازاي تعرف المصادر بتاعتك سليمه ولا لا. هل معلوماتك حديثه او قديمه؟ هل انت راضي عن مستوى البحث؟ طبعا كل دي الاسئله اللي معروضه على حضرتك. هل بالفعل قمت بالاجابه على سؤال بحثك؟ هل فعلا انت جاوبت عليه؟ هل قمت بتقييم المهمه والتاكيد من عدم السرقه الادبيه؟ وديت اللي هناكد لك عليها، اللي انت جايب موقع سليم، جايب منه معلومه سليمه لو اعتمدت على الانترنت. هل انت طالب ملتزم بميعاد او بميعاد التسليم؟ كل الاسئله ديت من واضح اللي هي اجابتها غالبيتها هتكون نعم، الا لو كان عند حضرتك ايه حاجه تانية يعني عايز توضحها. طيب
خلصنا يا استاذ الاجابه بتاعت الاستبيان وجت الخاتمه. الخاتمه ديت ما هي الا ملخص بحثك. المقدمه كنت بتقول الملخص اللي انت هتعرضه، انا هعرض كذا وكذا وكذا. الخاتمه، الخاتمه ملخص بحثك، بس ازاي انا استفدت ايه من البحث؟ فاكرين لما كنا نقول لكم مثلا في معظم دروس ماذا تعلمت من الدرس؟ هو دوت المطلوب في الخاتمه. الشيء اللي انت استفدته، هل يا ترى البحث ده كويس ولا وحش؟ هل يا ترى البحث دوت هيأثر على طريقه تعلمك ولا لا؟ هل طريقه البحث بالشكل دوت مفيده ولا لا؟ انا استفدت من ماده كذا ايه، واستفدت من ماده العلوم ايه، والدراسات ايه من خلال بحثك؟ هل البحث دوت اثر فيك ولا لا؟ هل طريقه التعلم عن طريق البحث الفردي اللي انت تعلم نفسك بيقولوا عليها التعلم الذاتي حلوه؟ طيب هل طريقه العمل الجماعي لو انتم مجموعه مع بعض كويسه؟ طب انتوا استفدتوا ايه؟ هو ده اللي عايز نعرضه في الخاتمه بتاعتنا. ما ينفعش الخاتمه بتاعتنا تبقى كوبي من المقدمه، المقدمه انت بتعرض ملخص ماده علميه، الخاتمه بتعرض النتائج والمعلومات اللي انت وصلت ليها، وهل يا ترى انت اتعلمت منها ايه؟ ايه اللي استفدته في ماده الدراسات؟ ايه اللي استفدته في ماده مثلا العلوم او غيرها من باقي المواد من خلال بحثك؟ وايه رايك فكره التعلم الذاتي او التعلم التعاوني اللي كان بينك وبين زمايلك في اجراء البحث ده؟ وده شيء مهم جدا طبعا بالنسبه لنا. في الاخر خالص حضرتك مع كل سؤال استرشادي طبعا كنت بتكتب لنا المرجع بتاعك. في الاخر عندنا الصفحه اللي هي رقم 13 اسمها صفحه المراجع. يعني ايه المراجع؟ يعني انا في خلال بحثي مريت مثلا اعتمدت على 3 كتب وعلى موقعين، يبقى انا مطالب في قائمه المراجع ان انا اسجل اسم كل كتاب واسم كل موقع اعتمدت عليه، غير طبعا التسجيلات الفرعيه اللي انا كنت بكتبها في نهايه كل اجابه سؤال. انا هنا مثلا هقول له اعتمدت على كتاب وزاره التربيه والتعليم، اعتمدت مثلا على كتاب موجود عندنا مثلا اسمه كتاب تاريخ الادب على سبيل المثال مثلا، واعتمدت مثلا على موقع بنك المعرفه وعلى المكتبه الرقميه. اذا انت اعتمدت لك على 4-5 مصادر او موسوعه ويكيبيديا ايا كان مصادر انت اعتمدت عليها، فتبدا تسجل لي اسامي هذه ايه المصادر عشان يبقى بحثك موثق، وانت كده عرضت لي كل المصادر اللي اعتمدت ايه عليها. طيب في الصفحه الاخيره خالص الوزاره قالت لك يمكن للطالب الاستعانه بهذه المواقع او مكتبه المدرسه او كتب الدراسيه. بدات الوزاره تبين لك مواقع او كتب تعتمد عليها. كتب الدراسه بتاعتك اللي انت بتستلمها، مكتبه المدرسه موجوده عندك تقدر تعمل زياره وتطلع على الكتب اللي فيها، او بعض المصادر زي موقع وزاره التربيه والتعليم، موقع نهضه مصر، موقع مكتبه لبنان، موقع موسوعه الفراشه، موقع بروكست للاطروحات والرسائل العلميه العالميه، موقع النصوص الالكترونيه والتعليم الرقمي. ديت مواقع وزاره التربيه والتعليم عرضها للطالب عشان خاطر يقدر يعود ليها ويجيب المعلومه اللي هو عايزها. طب يا استاذ انا جبت من مواقع ثانيه ومش متاكد، هل يا ترى في سرقه ادبيه؟ الكلام دوت بتاع الموقع ده ولا بتاع موقع ثاني؟ لان في مواقع بتبقى اخده من بعض نسخ، وانا بكتب مثلا جبت المعلومه دي من موقع كذا ويطلع مش هو صاحب المعلومه الحقيقيه. فالوزاره نزلت لك موقعين قالت لك مواقع تاكد من السرقه الادبيه. يعني حضرتك جبت معلومه عايز تتاكد من صحتها، ايه مصدرها؟ ايه الموقع بتاعها الحقيقي؟ فحضرتك تبدا تدخل للمواقع اللي موجوده عندك موقعين اهم، فدول هياكدوا لك المعلومه دي جايه منين بالظبط. وبكده نكون عرضنا على حضراتكم يعني ببساطه كده ملخص عمليه البحث اللي الطالب محتاج يفهمها عشان يقدر يقوم بالبحث بتاعه. ونرجو اليكم طبعا باذن الله التوفيق الدائم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.